فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة تسأل عن موضوع واحد، منها هذا السؤال يقول: هل من كلمة وتوضيح لمن يبدع إخوانه المشايخ من أجل مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ يا إخوان، هالمسائل هذه اللي الناس ما وصلوها، العذر بالجهل ومسائل خفية، هل العمل من الإيمان أو ما هو من الإيمان، هذه مسائل ما تصلح أن تبحث، هذه عند خواصة للعلم ولا تبحث عند الناس وعند على الملأ وفي الإذاعات والفضائيات، ما يجوز هذا، هذا يشكك الناس يحيرهم، ولا توقعون الناس بمهاترات وجدال عقيم وشيء ليسوا بحاجة إليه. نعم.